13 مرشحا بينهم مرشحتان هم حصيلة اليوم الثالث للتسجيل في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة في الدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة، ليصبح بذلك مجموع الأيام 37 مرشحا بينهم 3 مرشحات هم الذين قاموا بالتسجيل في إدارة الانتخابات لخوض العملية الانتخابية حتى الآن. تواصل إدارة شؤون الانتخابات متابعة عمليات التسجيل للترشح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة لليوم الثالث على التوالي، وتحرص على تطبيق الإجراءات القانونية في قبول طلبات الترشح المقدمة من قبل الراغبين بخوض هذه التجربة. باكر الجمعة وكذلك السبت سوف تستقبل الإدارة من يرغب بالترشيح من الساعة 7:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا، وسوف تستمر الإدارة في تلقي الطلبات آخر طلب يوم الخميس للترشح الموافق 29/5 حتى نهاية الدوام الرسمي. عدد المرشحين في تزايد مستمر يوما بعد يوم، حيث بلغت حصيلة الأيام الثلاثة منذ بدء التسجيل 37 مرشحا من بينهم 3 مرشحات. هذا وتستمر عملية التسجيل للترشح للانتخابات التكميلية على مدى أيام الأسبوع القادم.